لمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم الينا هاتفيا سياده اللواء الدكتور شوقي صلاح، عضو هيئه التدريس واستاذ القانون باكاديميه الشرطه وخبير بمكافحه الارهاب. دكتور شوقي مساء الخير واهلا بك على اكسترا نيوز. ولماذا تحرص دائما جماعه الاخوان الارهابيه على اثاره الفوضى في 25 من يناير؟ اولا مساء الخير لحضرتك ولجميع الساده المشاهدين. بدايه بتقدم بكل التقدير والاحترام بمناسبه عيد الشرطه لشهدائنا من الجيش والشرطة ومن المواطنين المصريين اللي قضوا في أعمال إرهابية. طبعا الشكر موصول لقطاع الأمن الوطني على ضربة أمنية استباقية رائعة جت في توقيت بالغ الأهمية قبل عيد الشرطة، وكان مخطط أن الخلية الإرهابية اللي تم ضبطها ان هي تقوم باعمال ارهابيه خلال عيد الشرطه. الحقيقه الخليه الارهابيه اللي تم ضبطها متعدده المهام، بمعنى زي ما شفنا كده وحضرتك عرضت تقرير، الحقيقه تقرير مفصل، احنا امام خليه ارهابيه بتقوم باربع عمليات: عمليات تجنيد، عمليات اثاره جماهير، عمليات إرهابية هجومية، وفي مسؤول مالي بيقوم بدور في إن هو بيجيب التحويلات المالية وبيمد بيها العناصر الإرهابية. فإذا تعالى نتوقف كده أستاذ همام أمام كل مجموعة من المجموعات اللي احنا اتكلمنا عنها. أولا مجموعة التجنيد، أحمد الشرقاوي لما اعترف أمام يعني الجمهور من دقيقة كده وقال ان هو من خلال الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بيجند عناصر للتنظيم، وهو مع يعني بينتقي العناصر اللي هي ربما تكون عندها بتتأثر بالكلام بتاعه من خلال التواصل، وبعدين بيجهزهم وبيمدهم بأموال وبيخليهم ما فيش لقاءات على الارض بينه وبينهم، انما هو بيجهزهم تماما عشان وقت ما يطلب منهم ان هم ينزلوا الشارع ينزلوا. طب ايه المقابل؟ اموال بتدفع، ووعد بان هم لو قدروا ينجحوا التنظيم الاخواني يعني ويعودوا مره ثانيه فهيبقى ليهم مستقبل كبير. يبقى اذا هو هنا لما بينزلهم الشارع هو عايز يقول ايه؟ لما يصطدموا بقوات الامن يتم القبض عليهم. دول مش اخوان، دول مش اخوان. الله، احنا ملناش دعوه. لبس جوانتي، يعني التنظيم بيلبس جوانتي عشان يقول انا ماليش دعوه بالاحداث دي. دي نقطه جد مهمه. هو بيضحي بشباب، اكيد الشباب هو نفسه قال ان هم يعني شباب تقدر تقول ان هو يقدر ياثر عليهم عديم الخبره. انما هو بيضحي بيهم وبيتم استخدامهم في الترويج لما يحدث في مصر او لما ينتوون حدوثه في مصر خلال 25 من يناير. يتم ترويج بهؤلاء الشباب في الخارج عبر القنوات الارهابيه والقنوات الاعلاميه المدعومه طبعا من جماعه الاخوان، مجموعه الاثاره ومجموعه الترويج الاعلامي. هذه الصور ربما توضح بعض هذه الاجهزه التي تم ضبطها في هذه الخليه. انا اعتذر لحضرتك دكتور شوقي صلاح لضيق الوقت، وهو الدكتور شوقي صلاح عضو هيئه التدريس واستاذ القانون باكاديميه الشرطه وخبير مكافحه الارهاب، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات وعلى هذه التفاصيل. حدثنا حول خبر ضبط خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.